السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية مع درسنا التاني. حل درسنا التاني بعد ما اشتغلنا درسنا ده من كتاب المعاصر وشرحنا زمن الماضي البسيط، تعالوا بقى نحل التدريبات بيت باي بيت واللي بدايتها في صفحة 23. طبعا السؤال التالي بيقول لي match the words to their meanings، تعال يلا نوصل الكلمات دي بالمعاني بتاعتها. Number one is unfriendly. Unfriendly حبايبي يعني غير ودود، واحنا قلنا unfriendly دي معناها not kind to someone، يعني مش طيب مع شخص ما، يبقى هكتب عليها if او اوصلها ب if. Number two بقولي uncomfortable. Uncomfortable حبايبي معناها غير مريح، واحنا قلنا حبايبي غير مريح دي معناها something that doesn't feel nice to sit on or wear on your body، يعني حاجة كده ما بتشعرش فيها بالراحة لما تلبسها تقعد عليها او تلبسها على جسمك، فهكتب عليها number letter C. number three بقولي unlucky. unlucky حبايبي يعني غير محظوظ، ولما يكون الانسان غير محظوظ معناها ان something bad happens to you without a reason، حاجة كده سيئة بتحصل لك من غير اي سبب، يبقى حوصلها بإيه. number 4 بقولي unsafe. وunsafe حبايبي معناها غير آمن، وغير آمن معناها dangerous، ودangerous حبايبي بمعنى خطير. number 5 unhappy. unhappy حبايبي يعني غير سعيد، معناها sad، وsad معناها حزين. number 6 بقولي unfair. unfair يعني غير عادل، ودي معناها ان something that happens that isn't morally right or fair، يعني حاجة كده بتحصل وهي غير صحيحة وغير عادلة أخلاقيا، يبقى unfair حوصلها بدي. في السؤال اللي بعده بقى حبايبي المفروض ان انا من خلال الكلمات اللي انا عرفت معانيها فوق دي هكتبها في الفراغات اللي موجودة تحت. بقول لي his cat died last week. بقول لي ان القطة بتاعته حبايبي ماتت الاسبوع الماضي، يبقى he was اكيد he was unhappy. unhappy حبايبي يعني غير سعيد. طيب number two بقول I never sit in that green armchair. عمري ما بقعد في الكرسي الاخضر ده، يبقى it's very uncomfortable. uncomfortable حبايبي معناها غير مريح، تاني uncomfortable معناها غير مريح. number 3 بقول don't go down the street in the dark alone. ما تنزلش الشارع في الضلمة لوحدك، it's very حقوله it's very unsafe. unsafe حبايبي بمعنى خطير. number 4 بقول that's very A you ate everything and didn't leave any for us، يعني ده ايه انت اكلت كل حاجة وما سبتناش اي حاجة، وده حبايبي مش عدل، فبالتالي هقول او ده ظلم، فاقول that's very unfair. unfair يعني غير عادل، تاني unfair معناها غير عادل. number 5 بقول he's very A because he missed the bus. بقول هو ايه لانه فقد الاتوبيس، فده اكيد غير محظوظ، وغير محظوظ حبايبي معناها unlucky، تاني غير محظوظ معناها unlucky. number 6 بقول she's very A she never smiles or tries to make friends، يعني ولا بتحاول تعمل أصدقاء وكمان عمرها ما بتبتسم، فأكيد هقول she is unfriendly. وunfriendly حبايبي معناها غير ودود، تاني unfriendly معناها غير ودود. تعالى حبايبي يلا في صفحة 24 في number 6 بيقولي complete the sentences with the verbs in brackets in the past simple، يعني المفروض الأفعال حبايبي اللي موجودة بين الأقواس دي حولها لزمن الماضي. شكل ما شرحنا زمن الماضي عرفنا ان في افعال regular يعني منتظمة، وافعال irregular يعني غير منتظمة. number 1 بقولي when we went to شرم الشيخ، لما رحنا شرم الشيخ حبايبي on holiday في الاجازة، we meet some new friends، طبعا هنا went في الماضي فاكيد met برضو هتبقى في الماضي، الماضي بتاع meet met بمعنى قابل، او ده فعل irregular يعني فعل غير منتظم. تعالوا نشوف حبايبي number 2 بقولي she create a fantastic sculpture from the garbage، يعني عملت تمثال جميل من القمامة، فبالتالي هقول she created، تاني created بمعنى صنعت. طب تعالوا نشوف ده طبعا فعل منتظم regular. number 3 بقول we carry our heavy cases to the car، طبعا الماضي بتاع carry carried، ولاحظ ان انا هقلب الواي حبايبي الاي اي دي لان قبلها حرف ساكن. number 4 بقول his grandma يعني جدته go to Aswan last year، طبعا last year من علامات الماضي فالمفروض ان انا اجيب went، وده طبعا فعل غير منتظم. number 5 بقول yesterday my cousin come to visit us، طبعا yesterday من علامات الماضي فالمفروض ان انا هقول came، وcame حبايبي معناها اتى.
تعالوا حبايبي يلا نشوف نمبر 7. بيقول لي make the sentences negative. اه المفروض ان انا احول الجمل دي للنفي. شكل ما قلنا حبايبي ان انا لما اجي انفي الجمله في الزمن الماضي بنفيها بكلمه didn't الا was were، لان النفي بتاع was wasn't والنفي بتاع were weren't. اما الافعال الثانيه على طول بنفيها بdidn't وارجعها لاصلها. تعالوا نشوف كده اول مثال. بيقول لي he traveled all over Egypt، فطبعا نفى بdidn't ورجع traveled لtravel. نمبر 2 بيقول لي he ate ام علي in طنطا، طبعا عايز انفيها فهقول he، حط didn't اداه النفي بتاعتي في الماضي، ام علي sorry he didn't eat، طبعا برجع الفعل المصدر، ام علي in طنطا، يعني هو ما كلش ام علي في طنطا. لاحظ يبقى انا نفيت didn't ورجعت فعل المصدر eat. نمبر 3 بيقول لي it rained yesterday، طبعا it أداة النفي بتاعتي didn't، طبعا رجع فعل الأصل ويبقى rain ده فعل عادي، yesterday يبقى هي ما مطرتش أمس. تعالوا نشوف يلا اللي بعدها. بقول they came here by airplane، يعني هم جم هنا بالطيارة، يبقى هقول they، حط أداة النفي بتاعتي didn't ورجع فعل المصدر حبيبي، يبقى come here by airplane، يعني هم ما جوش هنا ب الطائرة. تعالوا يلا حبايبي، بيقول لي test yourself، اسئلة يلا في زمن الماضي. نمبر 1 بقول اي مستر احمد يسترداي، هقول له اه والله يسترداي من علامات الماضي فبالتالي هختار مات، يعني انا قبلت. نمبر 2 she ate ice cream 2 days ago، two days ago من علامات الماضي فالمفروض ان انا حنفي بكلمة didn't طالما في فعل في المصدر. نمبر 3 بيقول لي they traveled to Aswan last week، طبعا السؤال في زمن الماضي حبايبي، يا اما بيبقى did يا اما بيبقى was were، طبعا ده في الماضي بس في فعل في المصدر فلازم اجيب did، يبقى did they travel to Aswan last week. نمبر 4 بيقول لي I was tired، يعني انا كنت مرهق، لاحظ was في الماضي، so my brother in my bag، اكيد طبعا هقول carried وcarried معناها حمله. نمبر 5 بيقول لي ريم didn't eat the school bus، حبيبي طالما جبت didn't يبقى لازم ارجع فعل المصدر فهقول ريم didn't miss، تاني ريم didn't miss. تعالوا يلا حبايبي نشوف الجنرال اكسرسايزز اللي هو مدهالي في صفحة 26. اول سؤال عندنا هو سؤال الماتشنج توصيل، بيقول لي my bedroom is on، my bedroom يعني غرفتي، is on ايه؟ اكيد هقول is on the right، يعني على اليمين. تاني my bedroom is on the right. unfriendly، قلنا unfriendly يعني غير ودود، وقلنا معناها not kind to someone، يعني ليس طيب مع شخص ما. نمبر 3 بيقول he was very interested، وانا قلت لكم حبايبي ان interested بتاخد حرف الجر ان، فقول he was very interested in howler monkeys، يبقى هوصلها ب A. نمبر 4 بيقول we carried our heavy، طبعا heavy معناها ثقيل، يا ترى مين اللي هيبقى heavy هنا؟ هتقول لي cases يعني الشنط، يبقى we carried our heavy cases to the car للسيارة. نمبر 5 بيقول the bed is next، عارفين النكست حبايبي بتاخد تو، فاذا هقول the bed is next to the television، يعني بجوار التلفاز. تعالى حبايبي يلا نشوف سؤالنا التاني وسؤال القطعة. بيقول لي فيه عمرو went to the zoo yesterday، عمرو راح حديقة الحيوان امس، he went with his family، راح مع اسرته، they saw a lot of animals، شافوا حيوانات كتير، they saw the howler monkeys، شافوا قرود العواء، lions and elephants، وشافوا اسود وشافوا افيال، I tried to feed the animals، يعني حاولت اطعم الحيوانات، mom told me it was unsafe، وماما قالت لي ان هو خطير to do this. Some children were unfriendly، بعض الأطفال كانوا غير ودودين، to the animals so dad was angry، عشان كده بابا كان غضبان. He told them to stop hurting the animals، طلب منهم ان هم يتوقفوا عن أذية الحيوانات. My sister was frightened when she saw the lion، طبعا أختي كانت خايفة لما شافت الأسد. We had lunch at the zoo، تناولنا الغداء في حديقة الحيوان. It was a nice day، وكان يوم جميل. أول سؤال بيقول لي the underlined word unfriendly means، unfriendly شكل ما قلنا معناها not kind، يعني ليس طيب. Number 2 بيقول لي the text is about visiting the، أكيد زو يعني حديقة الحيوان. Number 3 بيقول لي why was dad angry، يعني ليه بابا كان غضبان، طبعا قلنا ان بابا كان غضبان because some children، يعني بعض الأطفال حبايبي
where كانوا unfriendly يعني غير ودودين to animals يعني مع الحيوانات. تاني بعض الأطفال كانوا غير ودودين مع الحيوانات. Number four, بولي what did عمر try to do؟ يا ترى عمر حاول يعمل إيه؟ طبعا عمر tried or he tried يعني هو حاول to feed إن هو يطعم the animals يعني حاول يطعم يا حبيبي الحيوانات. تعالوا يلا حبايبي نشوف بسرعة سؤال الترتيب. والإيجيبت traveled he all over، طبعا عايز اقول ان هو سافر في كل انحاء مصر، فهقول he traveled يعني هو سافر all over Egypt يعني هو سافر في كل انحاء مصر. Number two بقول are lots of posters there of animals، طبعا عايز اقول ان في بوسترات كتير صور كتير للحيوانات، يبقى اذا هقول there are lots of posters of animals. تعالوا يلا نشوف number 3 grandma year a swan went to lost his، طبعا عايز اقول ان جدته راحت اسوان السنه الماضيه، يبقى his grandma يعني جدته went to Aswan last year يعني راحت أسوان السنة الماضية. Number four بقول uncle loves is a scientist my and animals، طبعا عايز أقول إن عمي my uncle is a scientist يعني عمي عالم and وإيه كمان and loves animals ويحب يا حبايبي الحيوانات. تعالوا حبايبي يلا نشوف سؤال بنكتويشن معانا. بقول I met Miss Manar yesterday، طبعا الاي هتبقى كابيتال عشان في اول الكلام. met miss منار طبعا ده اسم شخص، يبقى الام لازم تكون كابيتال. yesterday وفي الاخر حبايبي هحط الفلسطوب ودي موجوده. how did you go to school، طبعا الاتش بتاعت هاو كابيتال في اول الكلام. did you go to school في الاخر حبايبي احط question mark عشان ده سؤال. تعال حبايبي يلا نشوف الباراجراف بتاعنا الجميل ده اللي في صفحة 27 واللي بيكلمني عن الجنجل. طبعا هنا اكيد دي زيارة للجنجل، فالمفروض ان انا هقول انا رحت الجنجل امتى، هقول رحت مع مين، واقول رحنا ازاي، واقول شفنا ايه وعملنا ايه، واقدر اوصف الجنجل بتاعتي خلاص واوصف ان انا شفت فيها حيوانات معينة، وكمان هقول ان ده كان يوم جميل. يبقى اذا هبتدي واقول I visited يعني انا زرت the jungle last week مثلا حبايبي، يعني انا زرت الجنجل الاسبوع الماضي. طب هقول رحت مع مين، فاقول I went with my family يعني انا رحت مع اسرتي. طب رحنا ازاي، هقول we went by car، المفروض اقول شفنا ايه بقى، فاقول we saw a lot of animals يعني شفنا حيوانات كتير. طبعا هقول it isn't unsafe حبيبي، it is unsafe يعني غير امن انك تكون في الحديقة لوحدك، يعني اقول او في الجنجل سوري، يبقى it's unsafe to be alone in the jungle. خطير طبعا انك تكون لوحدك في الغابة او الادغال. it was a nice day حبيبي يعني كان يوم جميل، هقول رجعنا البيت في المساء، فاقول we went back home in the evening يعني رجعنا في المساء. كده يبقى انا كتبت باراجراف بسيط جدا عن زيارتي للجنجل. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe.
and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا لما كنت اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجيلك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. ولو حابب تدعم قناتنا وتشوف الحلقات بتاعتنا قبل ما تنزل على القناة في ميعادها، ممكن تشترك في خاصية الانتساب للقناة، شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.